أهلا بكم من جديد. أجرى قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية مايكل كوريلا زيارة للقواعد الأمريكية في شمال وشرق سوريا وجنوبها الشرقي ضمن جولة في منطقة الشرق الأوسط شملت سوريا والأردن ومصر وإسرائيل. وسعى كوريلا وفق بيان وزارة الدفاع الأمريكية إلى فهم الوضع الأمني والإنساني بشكل أفضل، والتقى بأعضاء الخدمة الأمريكية والشركاء الأمنيين بحسب البيان. للمرة 27 منذ تنصيبه وعلى مدار 6 أيام يجول قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا في الشرق الأوسط ضمن ما قال إنه لفهم الوضع الأمني والإنساني بشكل أفضل والالتقاء بأعضاء الخدمة الأمريكية والشركاء الأمنيين في كل من سوريا والأردن ومصر وإسرائيل في جولة قد تكون الأوسع منذ العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من 5 أشهر. يجول الجنرال الأمريكي على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وكانت أوسعها نطاقاً الموجودة في سوريا مع شمولها غالبية المواقع من التنف جنوباً إلى القرية الخضراء وصولاً إلى الرميلان. التقى خلال جولته بالقوات الأمريكية هناك ومن سماهم بالقادة المحليين لتقييم التحسينات المستمرة في حماية القوات والقواعد. لم يغب مخيم الهول والروج عن قائمة كوريلا مع دخول هذين المخيمين على القائمة الدائمة لزياراته إلى سوريا، ففيهما يوجد ما تبقى من عوائل موسومة بأنها تتبع لمقاتلين أو متهمين بالانتماء لتنظيم الدولة. وعاد الجنرال البارز ليكرر وعوده بضمان إعادة معتقلي التنظيم وعوائلهم إلى بلدانهم الأصلية وضمان إعادة تأهيل ودمج سكان المنطقة مع تعويضهم عما لحقهم. ما بين سوريا والأردن ومصر وإسرائيل تتقلب الرسائل من الزيارة الأمريكية كل في منطقته، لكن الأسهم جميعها تتجه نحو غزة المشتعلة بالنيران الإسرائيلية منذ ما يزيد على 150 يوماً. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الباحث في مركز عمران للدراسات سامر الأحمد، وأيضا أرحب بضيفي من واشنطن أستاذ في العلوم السياسية الدكتور نبيل ميخائيل. مرحبا بكما. بداية سأبدأ مع ضيفي في الاستوديو سيد سامر، هل يفهم من هذه الزيارة زيارة لكوريلا تعتبر بمثابة ربما تأكيد أمريكي جديد على التحالف مع قسد؟ يعني أول شيء مساء الخير، ربما زيارة تذهب أبعد من ذلك باتجاه أولا ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط من تداعيات حرب غزة ومن بعد هذه الحرب، وخاصة فيما يتعلق بالهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق والتي تعدت أكثر من 170 هجمة من قبل ميليشيات المدعومة من قبل إيران، وتصاعد هذه الهجمات في سوريا في الشرق السوري لأول مرة خلال الشهرين الماضيين في دير الزور والحسكة، وهذا شكل خطر حتى على حياة الجنود الأمريكان من خلال مقتل الجنود في قاعدة التنف مؤخرا. هذا أولا، هذا المجال الذي تدور هذه الزيارة حوله خاصة أنها شملت مصر والأردن وإسرائيل. ثانيا أيضا تشمل موضوع ترتيب عودة تنظيم داعش للنشاط خلال النصف الثاني من 2023 وشن عدد كبير من هجمات كان نصيب دير الزور والحسكة. أكثر من 50% من هجمات التنظيم في سوريا كانت في المنطقة الشرقية واستهدفت حلفاء للولايات المتحدة سواء قوات قسد أو المتعاونين المحليين أيضا مع القوات الأمريكية. بالتالي كان لابد من زيارة مخيم الهول وروج من أجل التأكيد على حل مشكلة المخيم الذي الآن التنظيم متاجر بوضع العوائل وضع الإنساني سيء وإلى آخره، وتجنيد أيضا بحجة المخيم. فالزيارة أكدت على حل مشكلة المخيم، نقل المعتقلين وتسليمهم إلى ذويهم، ودمج العائلات وحل المشكلة الاجتماعية. سنتوسع أكثر في مسألة مخيم الهول. إضافة إلى ذلك، إضافة إلى ذلك، ربما خاصة أن هذه الزيارة الثانية بعد انتفاضة دير الزور، هناك أيضا محاولة اطلاع على ما وعدت به قسد من إعادة هيكلة وحوكمة للأوضاع الإدارية الأمنية في منطقة في دير الزور، وخاصة أن الزيارة شملت الوجود في حقل العمر وربما اللقاء مع قيادات محلية من دير الزور في تلك المنطقة. طيب دكتور نبيل، هل يفهم من خلال هذه الزيارة لمايكل كوريلا بأنه واشنطن باقية عسكريا في شمال شرق سوريا إلى أمد غير محدود؟
تعال حضرتك والضيف العزيز والساده المشاهدين والمشاهدات. طبعا يعني لغايه هذه الفتره الزمنيه وحتى الانتخابات الامريكيه، امريكا باقيه في سوريا، لكن يجب ايضا الاخذ في الاعتبار امور هامه، منها مثلا ان عندنا انتخابات في امريكا، مش عارفين ترامب هيقرر ايه. ايضا الجبهه العراقيه مهمه جدا، لان امريكا بتواجه هجمات من افراد وجماعات كثيره مستهدفه قواتها في العراق. فالسؤال هو الرئيس الامريكي الحالي او القادم هيقول انسحب من العراق وابقى في سوريا، ولا انسحب من سوريا وابقى في العراق؟ فدي نقطه مهمه. النقطه الاخيره هي موضوع غزه، يعني الحرب الدمويه هناك بتلقي بظلالها على مهمه الجنرال الامريكي وايضا بقاء او مصير القوات الامريكيه في الجمهوريه السوريه. فانا يعني ايضا يجب ذكر ان النهارده صدرت تصريحات من نائبه الرئيس كمال هاريس مطالبه بوقف فوري لاطلاق النار في غزه. يعني هنا الجبهه السوريه مربوطه بالجبهه الاسرائيليه في غزه. فالامور تعتمد على قرارات الرئيس الحالي او الرئيس المقبل. لا اعتقد ان بايدن سيكون الرئيس الجديد. لكن ايضا يعني اخيرا روسيا مهمه. ربما لا يخشى ترامب، وانا بتكلم على انه فعلا إن كل التقارير بتقول ان هو هيكسب لو اقيمت الانتخابات الان. ربما يعتمد على روسيا لضمان عدم تعرض هجمات القوات لضمان عدم تعرض القوات الامريكيه لهجمات من اي طرف. اي طرف. لكن ربما يكون هناك قرار امريكي بالانسحاب من العراق مع الابقاء على وجود عسكري محدود في سوريا. طيب سأعود إليك سيد سامر، هل هذه الزيارة فعلا تكبح جماح ربما التيار في قسد الذي يريد التحالف مع الروس والإيرانيين مع أيضا النظام؟ يعني إذا أخذنا أن هذه الزيارة أتت بعد نجاح دبلوماسي أمريكي في وقف الهجمات قبل الميليشيات الإيرانية باتجاه القواعد الأمريكية منذ شهر تقريبا، توقفت الهجمات بعد هجمات متزامنة على العراق وسوريا، هجمات عسكرية أمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية، إضافة إلى تهديدات باستهداف قيادات وازنة في الحرس الثوري أو في الميليشيات المدعومة منه. هذا النجاح الأمريكي جاء اليوم تمثل على الأرض أيضا بعد بيان أستان الأخير الذي كان يتحدث عن ضرورة خروج قوات غير الشرعية وإعادة الثروات إلى الدولة السورية وإلى آخره. أيضا جاء رد على تأكيد الوجود الأمريكي بنفس الوقت محاولة لوقف أي محاولة من قبل قيادة حزب العمال الكردستاني بالاتجاه إلى الروس، باعتبار أن هناك أخبار تم تسريبها من صحف أمريكية أنه ربما يكون هناك، إذا ازداد الضغط الإيراني على القوات الأمريكية ربما سيكون هناك انسحاب، وبالتالي قسد ستقع يعني ضحية لمناطقها تكون تقاسم نفوذ بين تركيا وإيران والنظام، فحاولت اللجوء إلى روسيا. لكن هذه الزيارة أكدت أن مهمة القوات الأمريكية أولا من خلال زيارة الهول ومخيم الهول وروج وحق العمر، أكدت على أن مهمة القوات الأمريكية الأساسية هي في جنوب الحسكة. نتحدث عن مناطق نشاط خلايا تنظيم الدولة سابقا، عن المناطق التي تحاول القوات الأمريكية إعادة الاستقرار إليها، ضبط الوضع الأمني فيها، ولا تتدخل في مناطق الشمال، مع أنه هناك قاعدة أمريكية كبيرة في تل بيدر، هناك أيضا نقاط عسكرية في الشمال لم يذهب إليها قائد القوات القيادة المركزية الأمريكية، وإنما ذهب فقط إلى رميلان الحقل العمر باعتبارها مراكز قيادة وتقع في مناطق مهمة وتم استهدافها من الميليشيات الإيرانية، إضافة لمخيمي الهول وروج الذي فيه مشكلة أمنية للشرق الأوسط جميع وليس فقط في سوريا، مشكلة للعراق وسوريا باعتبار فيه عشرات الآلاف من العوائل الجاهزة للتجنيد وفق ما تقول وزارة الخارجية العراقية ومراكز بحثية أخرى. طيب دكتور نبيل، هل يوجد نية لدى واشنطن الانسحاب سواء من سوريا أو حتى العراق؟ سؤال مهم. أعتقد أن العراق ممكن يكون الأرجح، لأن فيها هجمات مباشرة على القوات الأمريكية هناك. يعني حتى الهجوم اللي أصاب أو أدى إلى مقتل 3 أفراد أمريكيين عسكريين وصل بينه على الحدود الأردنية السورية، فما كانش يعني في عمق المعارك اللي بتدور ما بين اطراف مختلفه وميليشيات مختلفه في سوريا. فلو امريكا خيرت ما بين الانسحاب من العراق او سوريا،
أعتقد أن القرار سيكون الانسحاب من العراق، لكن طبعا كل حاجة جائزة، خصوصا مع على خلفية الصراعات اللي بتجرى في المنطقة، وعلى خلفية اهتمامات الدول الإقليمية الكبرى زي تركيا وإيران. طيب سيد سامر، فيما يتعلق بالعودة لمخيم الهول، هل ما زالت ورقة مخيم الهول ومعتقلي التنظيم عند قسد تجعل ربما لقسد أهمية عند واشنطن؟ هي الورقة الأخيرة. هي الورقة الأخيرة التي تحاول قسد الحفاظ عليها واستمرار التلويح بها. اليوم مشكلة الهول مشكلة كبيرة كما أشرت، مشكلة الشرق الأوسط. يعني هي اليوم التنظيم عاد بهجمات، وآخر هجمة كان آخر هجوم كان مقتل عنصر للنظام في القامشلي، وهذا هجوم تطور جديد في أسلوب التنظيم في الهجوم، وخاصة شرق سوريا. اليوم الاستحقاق الذي المطلوب فعلا من القوات الأمريكية أو القيادة الأمريكية دراسته فعليا. الاستقرار الذي فرضته القوات الأمريكية من عام 2020 تقريبا إلى عام 2023 في منطقة شرق سوريا، وكان الأمور مستقرة إلى حد ما، اليوم ذهب هذا الاستقرار من خلال عاملين. العامل الأول هو هجمات الميليشيات الإيرانية بعد حرب أكتوبر، والتي بدأت حوالي 19 أكتوبر واستمرت وازدادت حتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، يعني قبل شهر من الآن. العامل الثاني هو ما حصل بعد انتفاضة عشائر دير الزور. اليوم المنطقة أمنيا أوضاعها سيئة، سواء القبضة الأمنية والاعتقالات العشوائية التي تقودها عناصر الخلايا الأمنية لقسد، إضافة لخلايا مجهولة تقوم بتنفيذ هجمات وقطع الطرقات تحت مسمى العشائر أو خلايا تتبع للنظام وإلى ما هنالك. فاليوم آخر شهرين على الأقل في مناطق شرق سوريا شهدنا فوضى أمنية وانفلات أمني يهدد وجود القوات الأمريكية فعلا. ربما يكون هذا سبب لدفع القوات الأمريكية للانسحاب إن تصاعدت هذه الهجمات، وإن لم يتم معالجة الأمر من خلال عاملين رئيسيين. العامل الأول معالجة الأوضاع في مخيم الهول ومصير العائلات الموجودة هناك، سواء العائلات العراقية التي تشكل الأغلبية وترحيلها للعراق يعني تعرضها لمحاكمة عراقية، إضافة للعناصر الأجنبية والعناصر السورية معالجتها بشكل سريع ودمج هذه العائلات بالمجتمعات المحلية. ثاني عامل هو حوكمة البنية الأمنية والعسكرية والإدارية في مناطق سيطرة قسد. يجب ألا تبقى قسد وحزب العمال مستأثر بالقرار الأمني والقرار الإداري والقرار الاقتصادي لهذه المنطقة، ما يثير سخط السكان وإبداءهم التعاون مع أي قوة عابرة للحدود من الممكن أن تأتي وتستغل هذه النقطة من أجل خلق فوضى أمنية. في كل مرة نسمع حلحلة لمخيم الهول، ولكن الوضع على ما هو عليه. دكتور نبيل، مثل هكذا زيارة هل تساهم ربما في توتير العلاقة بين واشنطن وأنقرة، خاصة يعني بعد الفترة الأخيرة من الأجواء الإيجابية إن صح التعبير بين الطرفين؟ أتفق معك، قد تؤدي تلك الزيارة إلى زيادة التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، وليس فقط بسبب المصالح التركية في سوريا، لكن أيضا بسبب حرب غزة. يعني من الواضح أن تركيا هي أكثر دولة بتتحدى إسرائيل في غزة، ومرجعي في هذا هو القرار بإرسال أسطول من حوالي 1000 سفينة أو باخرة أو قارب على الحدود الإسرائيلية البحرية مع غزة. فربما فعلا يتم ترجمة هذا إلى نوع من التحدي التركي لإسرائيل، وبالتالي أمريكا حترى في تركيا خصم يحاول أن ينافس إسرائيل إقليميا، وأيضا يعني أن يوقف حربها في غزة بالقوة. ده احتمال كبير. نعم، دكتور نبيل ميخائيل أشكرك، وستبقى معنا في محورنا الأخير، والشكر أيضا لضيفي في الاستوديو الباحث في مركز عمران للدراسات سامر الأحمد. شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، إلى محورنا الأخير، قم معنا.